السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أخواتي إخواني في وصفة جديدة من وصفات مطبخنا سيرة. إن شاء الله تكونوا كاع بخير وبألف صحة وعافية. إذا وصفتنا لليوم هي وصفة لاكريم برولي. هذه الوصفة الفرنسية محبوبة الجميع، اللي يبغوها بزاف بزاف ناس. وصفة فرنسية سهلة وباردة ورائعة في المذاق، وحتى أنها غير مكلفة، يعني ما فيهاش مقادير كثيرة وسهلة التحضير، يعني رائعة. نديروها كديسير للسهرات. اذا بسم الله نشوفوا طريقة تحضيرها. اذا في لاكاسرول تاعنا اللي نوضعوها فوق نار، نار متوسطة، نديرو 500 ملل حليب، وهنا ضفت لها 500 ملل لاكريم فخيش. اذا 500 حليب و500 لاكريم فخيش. هنا كما راكم تشوفوا انا نستعمل دائما اوبلا. اذا 500 في 500، نخلطوا هادو اثنين مع بعض قليلا ونخلوهم فوق النار، لكن حتى يحماونا مليح. فقط شوفوا غير كيف بدا في الغليان ويدير رجل فرقيقه، خلاص تماك طفوا عليه النار وتوخروه. اذا في بول واحد اخر نديروا 10 صفار بيض مع 140 غرام سكر، وسنين باكي تاع سكر فانيليا. فانيليا تقدروا تستعملوا سو بودغ فاني، تستعملوا ملعقتين صغار، او اذا عندكم سكر فاني كيما تاع لي باكي. اذا ديروا دو باكي تاع سكر فانيليا وتخلطوا هادو كاع ثلاثه مع بعض مليح مليح. اذا انا هنايا كيما راكم تشوفوا، انا هذا المقدار اللي درته هو مقدار يعني تاع عدد كبير من افراد الاسره. انا يعني بما انه هذاك النهار كان جاي عندنا خويا ومرته اللي نوجه لهم تحيه بالمناسبه، اذا درت هاد يعني هاد الكميه شويه كانت كبيره، لكن اذا افراد عائلتكم قليله قادرين ديروا نصف الكميه. اذا هكذا كما راكم تشوفوا الحليب تاعنا ولا كريم فخيش راهم حماو، وداروا رجل فرقيقه، مش عارف اذا راكم تشوفوا فيها رجل فرقيقه راهي من الفوق شويه صفراء. اذا خلاص في هذه المرحله نخلوه من النار ونواصلوا الخلط تاع السكر تاعنا مع البيض ولا فاني، نخلطوهم مليح 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 حتى يولي لا كولور تاعهم كما راكم تشوفوا هكا تولي كلير، والقوام تاعه يولي ثقيل. اذا هكذا كي نخلطوهم مليح مليح نبداو نفرغوا في هذا الحليب ولا كريم فخيش، غير بشويه نفرغوا القليل ونخلطوا ونزيدو مرة ثانية ونخلطو، ومن بعد نفرغو الكمية كاع ونخلطو كاع كلشي مع بعض. إذا كما قلت لكم أنا درت هاد الكمية بزاف، لأنه أفراد عائلتنا كانوا يعني الله يبارك كانوا داك النهار بزاف، يعني سبوغ سا درت هاد الكمية، لكن نتوما قادرين ديرو فقط نصفها. يعني كما أنا درت 500 لاكريم فخيش و 500 حليب، نتوما ديرو فقط 250 حليب 250 لاكريم فخيش، صفار بيض ديرو 5 في بلاصة 10، يعني نديرو نصف الكمية. الكمية أنا اللي عطيتها لكم يعني تقسموها على اثنين. إذن هكذا ونخلطوهم مليح مليح، نديرو في غيسيبيون يكون شوية واسع باش ما يغبنكمش. أنا الغيسيبيون كان شوية صغير، إذن كما راكم تشوفوا راني نخلط غير بشوية باش ما يعني ما يدفكليش من جواهي. هكذا نخلطوهم كاع مع بعض قليلا فقط. هكذا خلاص. ونصفوهم في المصفات هكذا بهذا الشكل، نصفو كاع حد يعني المكونات في المصفات. هنا كما راكم تشوفوا هنايا الاب تاعي راه يعاونني، يعني هذه يده يد تاع بويا راه يعاون فيا مسكين، ربي يخليه لنا ويحفظه لينا ان شاء الله. اذا هكذا نصفوا كاع الكميه في المصفات. نقعدو بشويه بملعقه هكذا نقلعو هذيك الرغوه اللي تكون من الفوق هكذا، غير شويه هكا بالمغرف يعني نفوتو على السطح ونقلعوها من الفوق. هذيك غير راح تشوفوا هكا كشغل طبقه تاع هكا كشغل تاع الرغوه تكون من الفوق.
اذا هكذا بالملعقه فنقلعوها شويه. اذا هكذا خلاص الخليط تاعنا راه جاهز، نديروه في لي غامكان تاعنا، نديروهم في صينيه لانه هذا راح يطيب في بماغي او حمام ريان. اذا ونفرغوا ونديروا الخليط تاعنا، انا درته كما راكم تشوفوا في غراف اللي يكون اللي نقدروا نفرغوا به يعني بدم بلا ما يضيع لنا كميه من الخليط، ما يغبناش كنولوا نفرغوا. اذا هكذا نفرغوا في كاع لي غامكان تاعنا. فوالا انا هادو هما كاع لي غامكا يعني اللي داو لي الكميه اللي درتها تاع لا كريم بغولي كما راكم تشوفوا. اذا 6 منا و 4 منا، اذا 10 تاع لي غامكا راني درت فيهم يعني كبار وصغار. اذا هذه اذا درتوا هذه الكميه يعني اللي درتها انا راح تحصلوا على 10 تاع لي غامكا، اما اذا درتوا نصفها راح تحصلوا على نصف الكميه يعني ما بين 5 الى 6 تاع لي غامكا. اذا ونفرغوا الماء الساخن يعني الماء حامي هكذا نفرغوه في الصينيه لانه لي غامكا لازم يطيبوا في البماغي، وندخلوه للفرن اللي كنا سخناه على درجه حراره 170 درجه. نخلوه يطيب لمده ساعه كامله، نخلوهم يطيبوا لمده ساعه كامله. اذا استعملتوا دي غامكا صغار يعني الطبقه تكون رقيقه ما راحش يطول لكم في الطياب يعني راح ياخذ لكم فقط نصف ساعه، لكن اذا استعملتوا دي غامكا كما تساوي هكذا يعني شويه كبار يعني السمك تاع لا كريم تكون شويه غليظه، اذا هنا هكذا راح تحتاجوا ساعه كامله باش يطيبوا. اذا فوالا هادو هما بعد ما طابوا هنا خداو ساعه كامله، فوالا هكذا اللي خرجتهم الفرن. اذا كي تخرجوهم الفرن تخلوهم برا في درجه حراره المطبخ يقعدوا لمده 30 دقيقة نصف ساعة وهما قاعدين يبردوا برا، ومن بعد تدخلوهم الثلاجة تخلوهم يبردوا حوالي 3 ساعات وهما يبردوا في الثلاجة، ومن بعد تخرجوهم هكذا وديروا لهم السكر من الفوق كما راكم تشوفوا. انا درت فوقه السكر عادي او حتى لاكاسوناد يعني سكرو، ولا كان عندكم ثاني هو تفرشوه هكذا من الفوق، تفرشوه هكذا بالمغرف ولا بيديكم يعني هكذا تقعدوا تزربعوا في السكر هكذا في فوق كاع سطح لا كريم هكذا، وتبداو بالشاليمو هكذا تحرقوا في السكر يعني باش يتكراميليزا هكذا بالشاليمو. نقعدوا غير بشويه نحرقوا في السكر تاعنا من الفوق هكا باش يولي كراميل ويعطينا طبقه يعني تولي تتكسر من بعد، طبقه كراميل بنينه تولي تتكسر من بعد وتاكلوها مع لا كريم. فوالا لا كريم بغولي تاعنا راهي جاهزه كما راكم تشوفوا، شكلها يجي شباب بزاف والمذاق رائع 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 روعه كما تعرفوها كاع، القوام تاعها يعني كريمي هذيك لا تيكستور كريموز اللي عندها يعني ذوق تاعها لا يوصف.
يعني تحضيرها شتوبة، ما تحتاج وقت كبير لتحضيرها، ومقاديرها سهلة وبسيطة، والمذاق رائع تجي بنينة بزاف. إذن هكذا كما راكم تشوفون، نكسروا هذه الطبقة اللي تكون من فوق تاع الكراميل، وناخدو هكذا نوريكم كيفاش القوام تاعها من الداخل. تاكلوها هكا، شوفوا معايا كيفاش القوام تاعها كريمي ولذيذ جدا. اذا هذه هي وصفتنا لليوم، وصفه لا كريم بروليه. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع الف سلامه.